السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في استوديوهات بيتشهروا من اول لعبة طوروها، وفي استوديوهات بقالهم سنين في الصناعة وملهمش شعبية كبيرة. لذلك في الفيديو هتكلم عن استوديوهات قدموا عدد من اللعب ولكن ما تعرفوش كويس الا لما قدموا لعبة واحدة، واللعبة دي كسرت الدنيا وشهرت الفريق وحققت تقييمات عالية وجوائز ومبيعات. والفيديو برعاية محلات Games to Egypt. فتعالوا نتعرف على 10 استوديوهات اتشهروا من لعبة واحدة بعد تاريخ طويل، واتمنى دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. احب ابدأ بلعبة The Witcher 3 واللي شهرت فريق CD Red وخلته من اشهر فرق التطوير، بل كمان رفعت قيمته السوقية من نص مليار ل 8 مليار دولار. The Witcher 3 كانت ظاهرة غريبة، المثال على لعبة مصنوعة بإتقان، وفعلا فريق CD Red قبلها ما كانش معروف. لما قدم The Witcher 1 و 2 فكان عدد صغير من اللاعبين اللي يعرفوا، ولكن شعبيته انفجرت لما قدم الجزء الثالث، وده بسبب حجم المحتوى والإبداع اللي في اللعبة. فعلى سبيل المثال نقطة الشخصيات والتحكم في مصيرهم وان اللاعب بيتأثر بهم عاطفيا، كتابة القصة والحوارات، عناصر الاختيارات وترابطها مع الأحداث، الموسيقى الإبداعية، وطبعا العالم المفتوح، المهمات الجانبية والأنشطة العشوائية. فكل العناصر دي معمولة بضمير، وطبعا جت إضافة Blood and Wine وكانت سبب آخر لشهرة الفريق. وبرضه ما ننساش التصريحات اللي قالها الفريق على موضوع القرصنة بان ويتشر 3 هتنزل بدون اي حماية، واللي عايز يقرصنها فهو حر، وده حبب اللاعبين بالفريق. للعلم ان بسبب شعبية CD Red فده برضه اثر بالايجاب على ارتفاع حجوزات سايبر بانك، واللي وصلت ل 8 مليون نسخة من الحجوزات، وده بيدل على ثقة اللاعبين تجاه الفريق. هو طبعا للأسف الفريق نسبيا دمر الثقة دي، بس هو بيحاول انه يرجع ثقة اللاعبين بكل قوة. بس عارفين المشكلة فين؟ ان في مرات شهرة الفريق لما تكون صغيرة فده بيبقى ميزة ليه هو. الفريق لما يكون مش مشهور فده معناه انه لما يعلن عن لعبة فمش هيكون فيه هايب عليه، وهيشتغل عليها بكل صبر ومش هيكون مضغوط. انما لما الفريق يكون مشهور فده هيخليه دايما في ضغط جامد، لان اللاعبين مستنيين لعبته. وده اللي حصل ما بين ويتشر 3 وسايبر بانك. لما الفريق طور ويتشر 3 كان شغال بكل صبر لان قليل اللي يعرفه، لكن لما ويتشر 3 نجحت وكسرت الدنيا والفريق لما اتشهر وطور سايبر بانك، فاعين اللاعبين والاعلاميين اتجهت تجاه الفريق، مما خلاه يكون تحت ضغط. فلما كل اللاعبين يكونوا منتظرين المشروع الجديد فالفريق اكيد هيكون متوتر ومضغوط. هيلبليد نينجا ياسيري من اكتر الفرق المظلومه في الصناعه. بصراحه هو فريق منحوس، اي شركه بتتعامل مع الفريق فالامور بتنتهي بشكل سيء. فبالرغم ان العابه بتحصل على اراء جيده وتقييمات جميله بس المبيعات ضعيفه. يعني على سبيل المثال هيفنلي سورد اللي كانت من نشر سوني، بالرغم انها اسطوره في الهاك اند سلاش لكن مبيعاتها كانت مليون نسخه. للعلم ان سانتا مونيكا ساعد في عمليه التطوير. برضو انسليفد اوديسي ثرو ذا ويست من نشر بانداي نيمكو، واللي كانت لعبه جيده جدا ولكن على كلام مطورها بان ميزانيتها ما كانتش كبيره، وده سبب بان اللعبه يكون فيها تكرار، وده ساعد بان تقييماتها تكون ضعيفه. اللعبه فشلت في المبيع، باعت 730 الف نسخه فقط، وبانداي لغوا فكره العمل على جزء تاني. الفريق بعدها اشتغل على ريبوت ديفل ماي كراي ونسبيا كان مشروع ناجح، باعت 3 مليون و800 الف نسخة بالنسختين الجيل السابع والثامن. واعتقد ان ده اللي خلى معظم الناشرين انهم ما يحبوش فكرة التعامل مع نينجا سيري، لان العابه مش من النوع اللي بتبيع كويس. يعني اعتقد ان دي ام سي هي بس اللي كانت شيء استثنائي، واللي بيأكد الكلام ده هو ان هيل بليد كانت من نشر الفريق نفسه واشتغل عليها حوالي 20 مطور، وهي انجح مشروع في تاريخه. وهيل بليد هي اللي شهرت الفريق بالرغم ان مبيعاتها كانت مليون نسخة ولاعبينها وصلوا ل 6 مليون، بس فعليا هيل بليد كانت وش السعد على الفريق، لان بسبب نجاح هيل بليد فده خلى مايكروسوفت تشتري الفريق. واعتقد ان نينجا سيري كان على وشك الافلاس او الاغلاق لولا تدخل مايكروسوفت
لإنقاذه. أكيد مشكلة اللعبة الوحيدة كانت الألغاز، نظرك بيضيع وانت بتحاول تحل ألغاز اللعبة، لكن التجربة بشكل عام ممتازة. From Software بصراحة الفريق مع كل لعبة بيقدمها فهو بيتشهر أكتر وبيكسب لاعبين جداد. الفريق بدأ انه يتعرف ويكون قاعدة جماهير لما قدم لعبة Dark Souls 1 في 2012، واللي كانت بفكرة مختلفة عن معظم اللعب، فهي قدمت فلسفة مختلفة حتى نقطة تصميم المراحل، واللي Dark Souls 1 كانت أفضل تصميم مراحل والاختصارات. ومن هنا ميازاكي وفروم سوفتوير بدأ إنه يوصل للعالمية، وبعدها جت لعبة Bloodborne في 2015 واللي كانت بتعيد تعريف ألعاب السولز. اللعبة قدمت أسلوب قتال سريع مع قصة أكتر سوداوية وصعوبة أكبر، وBloodborne لعبت دور محترم في إنها تشهر الفريق خصوصا في الوقت الحالي، وده بسبب مطالب اللاعبين بانها ترجع بجزء جديد او بريميك، فده شهرة للفريق. ثم Dark Souls 3 اللي كان لها نصيب محترم في تكوين قاعدة جماهيرية، وهي سابقا كانت اضخم لعبة من From Software، فكانت لعبة اسطورية بمعارك زعماء عظيمة وتحدي ممتع وموزون. للعلم ان تأثير Dark Souls 3 كان خرافي لانها الهامت الصناعة، وهي اللي ابتكرت التصنيف السولز. ثم جات سيكرو في 2019 واخدت جايزة لعبة السنة، ودي كانت اول جايزة ياخدها الفريق. بصراحة كانت لعبة متقنة ابداعية، نظام قتال اسطوري، وفي ناس بتشوف انها افضل لعبة من فروم سوفتوير. وبصراحة ده احلى شيء في الفريق انه دايما بيجازف وبنوع في الافكار. واخيرا مع إلدن رينج واللي فجرت شعبية الفريق واكتر لعبة باعت عنده وكمان اعلى لعبة تقييم، فطريقة تقديم اللعبة وتقديم العالم المفتوح وعنصر الاستكشاف، From Software ممكن نقول ان شهره كان اكتر من لعبة، بس هو اتشهر على فترات بحيث ان كل فترة كان فيه لعبة بتشهره لحد ما جت Elden Ring وهي اللي شهرته اكتر واكتر، خصوصا انها من كتابة جورج مارتن، فده كمان ساعد الفريق بانه يتعرف اكتر، وده ناتج من حاجة واحدة وهي شغفه وحبه لصناعة العاب. أسوبا ستوديوز مطور A Plague Tale. الفريق ده بالرغم انه تأسس في 2002 بس هو ما تعرفش الا مع لعبة Plague Tale في 2019. الفريق تركيزه كان على انه يساعد في تطوير اللعب او ينقل اللعبة على منصة تانية زي مثلا لعبة ريكور او The Crew، فهو كان بيساعد في عملية التطوير، وفضل مستمر بالطريقة دي لحد 2019 لما قدم Plague Tale، وللفريق نفسه ما كانش متوقع بانها تنجح بالشكل ده. وتقريبا وعلى حد علمي ان الفريق صرح وقال ان اللعبة كانت مجرد عرض تقني او اختبار لامكانيات الفريق. بصراحة اللعبة فكرتها ابداعية، فكرة الفئران واستخدامها لصالحك او حتى الابداع في اخراج معركة الزعيم الاخير بصراحة قتال وصادم. وبعدها الفريق قدم لعبة محاكي الطيران واللي برضو ساعدت على ان اسم الفريق يتعرف اكتر. وبصراحة مستغرب ان طالما الفريق عنده الابداع ده في تطوير اللعب، لكن ليه قعد حوالي 15 سنة بيساعد المطورين، ومعظم اللعب اللي طورها بنفسه كانت العاب صغيرة وبسيطة. وهنشوف الجزء الثاني من Plague Tale هينزل في اكتوبر، وطبعا لو تفوق على الجزء الاول فده هيفجر شعبية الفريق. سوبر جاينت اللي قدم لعبة هيدز. الفريق ده معروف عنه انه بيحب يقدم العاب اندي، لكن في نفس الوقت اللعب دي محتواها محترم، بل كمان افكارها جديدة وبتقدم ارت او توجه فني جامد وموسيقى تحفة. واحلى شيء في العاب الفريق هو اداء صوتي يراوي القصة، بصراحة اسلوب القائه كان جامد. فعلى سبيل المثال في 2011 الفريق قدم لعبة باستيان. اللعبة دي اعجاز، بتقدم قصة جميلة واسلوب سرد حلو وكومبات محترم، وبرضو موسيقتها كانت عظيمة. بعدها قدم ترانسيستر، الجيم بلاي كان ممتع وبتقدم مستوى مؤثرات صوتية فخم. وثم باير، التلات العاب حلوين، كل لعبة بتقدم جيم بلاي وافكار مختلفة، بس مع ذلك الثلاثية دي ما كانتش السبب في شهرة الفريق، انما اللعبة اللي فجرت الاستوديو كانت هيدز، وكانت اعلى تقييم حصل عليه الفريق. هيدز هي لعبة من نوعية روج فيها عناصر هاك اند سلاش، اسلوب القتال فيها جامد واللعبة كانت صعبة، هتموت كتير في اللعبة وهتعيد من نقطة الصفر. هيدز هي احلى لعبة من الفريق، قدمت كل شيء بشكل متقن، القصة وشخصياتها وحواراتها، الرسوم، التوجه الفني الخرافي والوانه التحفة، الموسيقى، الميكانيكس، نظام القتال. بصراحة اللي نفسه يجرب لعبة مختلفة فلازم يديها فرصة.
اوبسيديان واللي من الفرق اللي اخذ فرصته متاخر. مشكله اوبسيديان انه ما كانش بنوع في العابه كلها ار بي جي منظور ثالث او ار بي جي منظور علوي، وده كان السبب انه ما يكونش له فانز الا محبين الار بي جي العميق. الفريق ما سابش ناشر الا وتعامل معاه، وفي نهايه التعامل الامور كلها عكسيه زي سيجا مع الفا بروتوكول واللي اخذ التقييمات سيئه. تطوير اللعبه كان فيه مشاكل، الفريق ما كانش عنده رؤيه واضحه تجاه اللعبه. ثم دانجن سيج 3 مع سكوير انكس، بالرغم ان تقييماتها كانت افضل بس باعت 820 الف نسخه، لكن الفريق كسر الدنيا مع لعبه فول اوت نيو فيجاس. الفريق عرض على بثيزدا انه يشتغل عليها، وده بسبب معرفته الكبيره بعالم فول اوت من ايام فريق بلاك ايل اللي تفكك واتباع. للعلم ان مؤسسين بلاك ايل ابتكروا مشروع فول اوت وبالدرز جيت، لكن بعد ما شركة انتر بلاي مالكة بلاك ايل والعابه، الشركة دي فلست وباعت العابه، وبثيزدا اشتريت ملكية فول اوت. وبلاك ايل بعد ما تباع وتفكك، فواحد من مؤسسين وفتح اوبسيديان والتاني فتح انكزايلز بتاع ويستلاند، واللي مايكروسوفت جت وبلعت الاثنين والتلاتة كلهم. فالمهم فول اوت نيو فيجاس من تطوير اوبسيديان كانت بتقدم حرية لعب خرافية، فتقدر تتبع عدة مسارات، وبالرغم انها كانت لعبة ناجحة بس الفريق خسر العلاوة اللي كان هياخدها، وده في حالة لو اللعبة حصلت على اجمالي تقييم 85% على ميتا كريتيك، بس هي حصلت على 84 مما خلاهم يخسروا العلاوة دي. ففريق اوبسيديان بدأ انه يعاني من مشاكل مادية، وده بسبب الغاء كذا مشروع. فمثلا كان في لعبة اسمها ستورم لاندز، كانت من نشر مايكروسوفت، كانت منظور تالت ار بي جي عالم مفتوح، المفروض كانت تنزل حصرية اطلاق على الاكس بوكس 1، لكن مايكروسوفت لغتها في 2012، وبسبب ده اوبسيديان مشى 20 ل 30 موظف. وكان في برضه لعبه الينز كروسبل من نشر سيجا، اوبسيديان بعتوا عرض اللعبه او بروتوتايب، بس بعدها سيجا قرروا يلغوا اللعبه، فالفريق بقى يعاني ماديا. الفريق كان نفسه او حلمه انه يشتغل على لعبه شبه ديابلو، بس ما كانش عنده امكانيه لنشرها، فقرر انه يحطها على منصة كيك ستارتر للتبرع، وطلب 1 مليون لاكتمال المشروع، لكن اللعبة جابت 4 مليون تبرع، والفريق بدأ انه يشتغل عليها. اللعبة اسمها Pillars of Eternity ونزلت في 2012. المهم بعدها بفترة طويلة الفريق قدم The Outer Worlds في 2019 من نشر تيك تو، وتقريبا من هنا بدأت شعبية الفريق انها تكبر. اللعبة نجحت جامد وجات مايكروسوفت اشتريت الفريق. انا بصراحة شايف ان شعبية الفريق كبرت لما مايكروسوفت اشتريته، فهو دلوقتي يقدر ينوع اكتر بألعابه ويقدم اي شيء بدون اي خوف من التمويل، ودلوقتي شغال على عدة مشاريع زي بنتمنت اللي هتنزل نهاية السنة، واللي اعتقد انها هتحاول تبني نفس فلسفة ديسكو إليزيوم، وعنده افاود وذا اوتر وورلدز 2. اتمنى بس الفريق يحاول يقدم اي العاب خطية. ريميدي، بصراحة فريق ريميدي ممكن نقول انه بيتشهر لفترة بس بيرجع يتنسي تاني. مشكلة فريق ريميدي انه بيقعد فترة طويلة على ما ينزل العابه، يعني بعد ما نزل الجزء الثاني من ماكس بين في 2003 فهو قعد 7 سنين على ما نزل ألان ويك في 2010، بعدها اخد له 6 سنين كمان لحد ما نزل كوانتوم بريك في 2016، فده كان بيخلي الفريق يتشهر ثم يتنسي تاني. انما بصراحة انا شايف ان اكتر لعبة كانت السبب في شهرة الفريق هي لعبة كنترول في 2019. للأسف لعبة كنترول من النادر لما الاقي حد معجب بيها، هي لعبة مظلومة تماما، وهي افضل لعبة من ريميدي على الجيل الحديث. الجيم بلاي في كنترول ملحمي وجامد، برضو عنصر الاستكشاف كان جيد، فاللعبة بتقدم عناصر مترويدفينيا بحيث انك بتلاقي ابواب مقفولة وبتطلب كارت عليه تصريح علشان الباب يفتح، فمثلا تصريح واحد يفتح لك كل الابواب اللي عليها رقم واحد. للعلم ان الميكانيك ده فريق ريميدي استلهمه من لعبه ميتال جير سوليد، فالاستكشاف بيقدم مهمات جانبيه وزعماء، برضه مرحله المتاهه كانت اسطوره ومن افضل اللحظات. ريميدي تقنيا هو جامد، ما يقلش ابداع عن فرق الطرف الاول من سوني، هو بس محتاج التمويل المناسب، فهو بيقدم جيم بلاي صلب، قصص معقدة، لعب خطي ممتع ومحترم. فكنترول كانت مرحلة مهمة في حياة ريميدي، فأعين الناشرين والشركات اتجهت تجاه الفريق. ريميدي في الوقت الحالي عنده 5 مشاريع شغال عليهم، فهو شغال حاليا على الجزء الثاني من ألان ويك من نشر إيبك جيمز، وريميك ماكس بين، ولعبتين أونلاين، وجزء الثاني من كنترول. فأعتقد أن ريميدي شغال على كم المشاريع دي بسبب نجاح لعبة كنترول، فالمستقبل مخبي حاجات كتير تجاه ريميدي.
إنسومياك واللي يعتبر من أنشط وأسرع فرق التطوير. تاريخ إنسومياك حافل بالإنجازات زي ثلاثية سبايرو، راتشيد أند كلانك، وثلاثية ريزيستنز. كل دي ألعاب شهرت إنسومياك من فترة من الجيل الخامس لحد الجيل السابع وبعد انتهاء عقده مع سوني، وده كان في 2011. فشعبية الفريق لحد ما اتنست، ما بقاش له وجهة واضحة. بدأ مشروع جديد باسم فيوز، كان من نشر EA، كانت لعبة تعاونية نزلت على الاكس بوكس 360 والPS3، لكن نقديا ما كانتش ناجحة وحتى اللعبة ما بعتش كويس. بعدها الفريق اتنقل للعبة سانسيت اوفر درايف وعضوا اللعبة على عدد من الشركات علشان يمولوا المشروع، بس انسومياك اشترط عليهم بين ملكية اللعبة تفضل ملك انسومياك، بس الناشرين رفضوا ده. بعدها مخرج اللعبة راح عند مايكروسوفت، واللي مايكروسوفت كانوا مرحبين بفكرة العمل مع انسومياك ويوافقوا على تمويل اللعبة، لكن الفريق ما كانش حابب بين اللعبة تكون حصرية على منصة واحدة، بس كانوا معجبين بطريقة تطوير جهاز الاكس بوكس 1. بشكل عام سانسيت لعبة ممتازة، فيها افكار جميلة في الجيم بلاي، بس مع ذلك ما كانتش دي اللعبة اللي فجرت شعبية الفريق. بعدها انسومياك بقى يشتغل على العاب لمجرد انه بيجي له عقود للعمل عليها، زي قدم 3 العاب على الهواتف ونزل 3 العاب على البي سي بتسويق ميت، وثم راتشيد اند كلانك على البي اس 4. انما اللعبه اللي نقلت الفريق نقله مختلفه كانت لعبه سبايدر مان في 2018، واللي كانت انجح لعبه في تاريخ الفريق واكتر لعبه حصول على الجوائز. ثم بعدها جزء مايلز موراليس، واللعبتين باعوا 33 مليون نسخه. وطبعا بعدها جت سوني واشتريت الفريق، وده رفع من شهرته اكتر، وقدم راتشيد اند كلانك ريفت ابارت على البي اس 5، ودلوقتي شغال على الجزء الثاني من سبايدر مان وشغال على وولفرين. وبكده نقول ان انسومياك شعبيته انفجرت بعد نجاح سبايدر مان في 2018. هيز لايت، بالرغم ان الفريق ما قدمش الا لعبتين اواي اوت وات تيكس 2، بس مع ذلك اللعبتين دول فجروا شعبيه الفريق، خصوصا ان تيكس 2 اخذت جايزه لعبه السنه. ما ننساش برضو تصريحات مؤسس الفريق جوزيف فارس، كانت لوحدها كافية انها تشهر الفريق. بس للعلم عشان في ناس بتلخبط المواضيع ببعض، لعبة ابرازرز اتيل اوف تو سانز ما كانتش من تطوير الفريق ده، كانت من اخراج جوزيف فارس لكن من تطوير استوديو مختلف، ودي كانت اول لعبة يقوم باخراجها، وكانت قبل تأسيس فريق هيزا لايت، لان جوزيف ما فتحش الفريق هيزا لايت الا بعد نجاح لعبة برازر اتيل اوف تو سانز. لكن عموما لعبة اواي اوت كانت مفاجأة، قصتها الاسطورية وعناصر اللعبة التعاوني كان ممتاز، اختيار انك تلعب المهمات بانهي طريقة، طريقة ليو او طريقة فينسنت، فحتى النهاية برضو كانت عظيمة ودرامية. ثم لعبة التيكس 2 واللي بتقدم جيم بلاي افضل وتنوع اكبر في الميكانيكس والمراحل، وفعليا اللعبة دي مفيهاش اي ملل ومش بتحس انها بتعيد نفسها او بتتكرر، فكل مرحلة بتقدم ميكانيكس مختلفة، عناصر لعب محترمة، الغاز اسطورية، ولعب جماعي فكاهي ومليء بالبهجة والفرح. اللي ملعبش اللعبتين دول فبصراحة لازم يلعبهم. واخيرا مع ريسبون، الفريق اتشهر بحاجة واحدة، انه غير من العقلية المعفنة بتاعت EA وحولها لشركة بتهتم بالعاب القصة، وده كان من خلال لعبة ستار وورز جيداي. اللعبة دي اللي شهرت فريق ريسبون وكمان خلت EA ترجع اهتماماتها بالعاب القصة. الفريق قدم جزئين من تايتن فول، نسبيا التاني كان افضل، وبعدها قدم لعبة الباتل رويال ايباكس ليجندز، وكانت من ضمن اسباب شهرة الفريق. انما طبعا ستار وورز جيداي في 2019 كانت اكبر انجاز للفريق، باعت 10 مليون نسخة، والفريق حاليا شغال على الجزء الثاني وهينزل في 2023. لكن المشكلة ان ريسبون تم الاستحواذ عليه من EA بطريقة مخادعة. الفريق لما كان شغال على تايتن فول 2، EA كانوا ناشرين اللعبة واشترطوا على ريسبون انه ينزل اللعبة في نهاية اكتوبر 2016، والموعد ده كان سيء لانه كان فترة نزول باتل فيلد 1 وكول اوف ديوتي انفينيت وارفير، وبسبب ده تايتن فول 2 فشلت تجاريا. لكن EA اتعمدوا ينزلوا تايتن فول 2 في الموعد ده علشان يغرقوا ريسبون، بحيث انهم كانوا عارفين بانها مش هتبيع بشكل كويس، وده بسبب انها نزلت مع لعبتين كبار. وبكده الفريق هيبقى مديون ومفلس وهيبقى ما عندوش القدرة انه يمول العابه بنفسه، وكمان بما ان المبيعات قليلة فبكده عنوان تايتن فول والاستوديو هيكون سعره رخيص، لان اللي بيرفع سعر الاستوديو هو مبيعات اللعب اللي بيمتلكها، وبما ان لعبته تايتن فول 2 ما بعتش كويس فده هيضمن صفقة بيع رخيصة، فاحسن ما فريق ريسبون ما يتقفل،
فكان احسن حل هو انهم يوافقوا على ان اي اي تستحوذ عليهم، وده كان خطة اي اي من البداية. وعموما احب اسمع منكم عن استوديوهات ما كانتش مشهورة وبعد تقديم لعبة واحدة فشعبيتها انفجرت وبقت من اهم فرق الصناعة. بشكركم على المشاهدة، ما تنسوش دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتقدروا تتابعوا صفحات على الانستجرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، see you next time.